تعيدوا مع أهاليكم تستانسوا بكل لحظة، لأن فعلا شيء ما حلو إنكم تعيدوا بعيد عنها. يلا الحين بعيشكم العيد عنا إحنا، ويبدأ العيد عندي بشارككم لحظة بلحظة إن شاء الله هذه التجربة الجديدة بالنسبة لي. أول شيء بسويه بكوي ملابسي، طبعا لا تضحكوا، ما عندي طاولة مكوى فأكوي على فوطة، وبعدها ببخر ملابسي وأعطرهم بهالأشياء الجميلة. ترى أكره ما عندي أكوي، ما أعرف أكوي أبدا أبدا، أسوي كل شيء إلا الكوي، ما أعرف. الحمد لله عبيت طاقة اليوم بصراحة، أحاول دائما أكثر عباداتي في وقت فرحي أكثر من حزني، لأن أخاف أكون من الناس اللي يذكروا ربهم فقط في حزني. أنت وحدكم تتكشف وتستانس، وحتى إحنا ولو إن إحنا بغربة ولو الناس مدامة ولو إيش بنتكشف ونستانس. كل عام وإنتوا بخير. عارفة نفسي إن بمشي وايد، فلبست فلات يعني لا حد يركز تحت، بس ركزوا هنا هنا. Because I'm short. Say عيد مبارك. عيد مبارك. Say it in your language. عيد مبارك. Allahu Akbar. خلصنا صلاه العيد. اول مره صارت دائما امي تروح وانا ما اروح معاها، هالمره جيت عشان اشوف كيف صار. Look here! You're so cute! You're so stylish! شوفوا ما شاء الله قاعدين يكبروا المسجد، صراحة والله أشياء تفرح تفرح الواحد والله، الحمد لله. وهنا يبيعوا أشياء رجالية، فطور بفور. السلام عليكم. وعليكم السلام. عيد مبارك. مسابيح. بنحصل اكل اخيرا عربي وكذا، اكتشفنا انهم ما يقبلوا الا كاش واحنا ما عندنا كاش، فرجعت الجامعه عشان اكل. طبعا ما كنت راح اجيب عيديتي، ما مصدقين تشوفوا بعد شويه. حبيبي بشاره شاهيني بنانا بنانا. صراحه على كثر ما هي تجربه جديدة بالنسبة لي، على كثر ما هو شيء ما تمنيته، بس فعلا تعلمت شيء. تعلمت ان الله احيانا يعطينا نعم احنا ما نفكر فيها، الله عطانا اياها واحنا اخذناها، وهالنعم ما تتعوض مهما سوينا. من هالنعم وجود الاهل، حب الاهل. اول ما دخلت المسجد انا على بالي انا متأخرة على صلاة على شيء، فدخلت شوف ناس من كل الجنسيات، أفارقة، هنود، آسيويين من جنسيات أخرى، عرب، أمريكان، كل مكان كل مكان، من كل الجنسيات، يتكلموا كل اللغات، مختلف في الألوان، مختلف كل شيء، لكن كلنا كنا تحت شيء واحد، تحت مسمى واحد، تحت مسمى مسلمين، كنا كلنا مسلمين. جات ببالي كم نقطة كذا قشعر بدني لما سرحت فيهم. أولا في القرآن أو في الأحاديث النبوية كما يؤكد ديننا الإسلامي أن لا فرق بين عربي أو عجمي إلا بالتقوى، فما بيفرق بيني أنا العربية ولا مثلا المسلم الأفريقي اللي شفته ولا الغيرة والغيرة غير بالتقوى، هذا الشيء الوحيد اللي يفصل بيننا. أما الشيء الثاني اللي جاء ببالي هو نزول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون نبيا للعالمين، ليكون نبيا للعالمين، مو بس حقنا احنا العرب والخليجيين، نبي للعالمين كل المسلمين هنا. And we are heading to Orlando. On va à Orlando. On va à Orlando.
الحين كيف بننزل يعني؟ شو وضعنا؟ ما عندنا أمبريلاز ولا شيء، وصراحة بنتبهدل. نعيما. طبعا المكان وايد حلو بس احنا جايين متأخر فكل شيء مسكر. طبعا هالمرة الخامسة تقريبا اللي اجي. ما قادرين نفس الشيء، مطر وجايبين امبريلا. الحين الوقت اللي عايز فيه نفسي وكافئ نفسي على التعب اللي تعبت في الشهر الماضي في الجامعة. شايفين كيف الأشياء كيوت؟ شايفين I love mommy و I love daddy وشنبات؟ هذا أبشركم مال الأطفال، هذا الكلاب، ملابس كلاب. كندي شاي كبر راسي. لا تقول انا شاطر بهيهات هيهات، ما ينفعك مخك وشغل الشطاره. ما